Towards a better media for children هو موضوع أو عنوان المؤتمر اللي عم تنظمه الـ MUBS أو الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم. رح نعرف تفاصيل عن هالمؤتمر من ضيوفنا لليوم دكتور أحمد الزين، وهو مدير قسم التدريب والتعليم المستمر وأستاذ محاضر في الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم، ولما نجم وبسام شرقاوي وهن طلاب MBA. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم دكتور زين. رح نبدأ معك، ليش اختيار هالموضوع يعني towards better media for children؟ ليش خطر لكم الأطفال وليش الميديا؟ بلشت هي الفكرة من خلال تعليم صف إدارة الإبداع. كان الهدف من هالكورس هو خلق فكرة مبدعة لحل أحد المشاكل الاجتماعية. لما صار في جوجلة أفكار بين الطلاب، كان الأكثر شيء يكون عنده تأثير يمكن مجتمعنا هلأ هو الإعلام، بالأخص الإعلام المرئي. وحبينا نختار الطفل لأنه الطفل بنعرف إحنا هو أساس المجتمع، هو نواة المجتمع المستقبل. ومشيت الفكرة، وإن شاء الله نهار التنين بأربع شهر رح يكون المؤتمر بقصر اليونسكو تحت رعاية معالي الوزير وائل أبو فاعور. مين رح يحضر هالمؤتمر بسام؟ نحن حاولنا ونجحنا بانه نجمع اكبر قدر ممكن من القطاعات اللي هي مؤثره على هذا الموضوع. في مثل ما قال دكتور احمد، في القطاع الرسمي ممثل بمعالي الوزير، في عندنا كمان ممثلين وسبيكرز من وزاره التربيه ووزاره الشؤون الاجتماعيه، في عندنا قضاة اختصاصهم بالاحداث، وفي عندنا انترناشونال سبيكر من السبيكرز من الاردن، وفي عندنا كمان اعلاميين، اوكي، ممثلين عن الاعلام، عن قطاع الاعلام المرئي بالذات، مقدمين برامج يعني متخصصين باعلام الاطفال. في اقنيه متخصصه باعلام الاطفال اذا بدك فينا نسمي، وفي عندنا كمان مقدمين برامج حيكونوا هن عم بيديروا الحوارات وعم بيشاركوا بكلمات خاصه فيهم. وفي عندنا اخر شيء مناظره بينهم، بين اهل الاعلام وبين اهل التربيه، خصوصا تربيه الاطفال، لنشوف شو فينا نطلع بتوصيات اي الاشياء اللي فيها تتحسن. او صح، مزبوط. واي حدا بحب من هول القطاعات نحن بعد ما حكيناه ليشارك بالمؤتمر، مفتوح المؤتمر، مفتوحه، مفتوحه. في اذا فينا نقول، في يتصل ب 03 هو نمرة الجامعه 855-099. أوكي. لما شو هن المحاور اللي حنحكى فيهم خلال هالمؤتمر؟ حنحكي عن كثير محاور، حنحكي قانونيا، حنحكي طبيا، حنحكي علم نفس غير الطب يعني. حنجرب نجمع كل شيء، تربية، علم، كيف فينا نأثر على هاي، على يعني شو الأشياء اللي عم تأثر على هيدا الطفل، نحاول نحلها، نحاول نوضحها أكثر. مثل ما قال دكتور احمد ومثل ما قال بسام، انطلقنا من هذا الموضوع من قصص واقعيه صارت عنا. هو مخزنكم لكم طلاب الـ MBA صح؟ مزبوط. اخر قصه من فتره صارت عنا، الصبي اللي نط عن البالكوني من وراء انه هو سوبرمان وهي ذا باتمان، يعني هو هالقد مأثر بهذا الموضوع. من هون انطلقنا لهيدا الكونفرنس. هيك اجتكم الفكره يعني لتعملوا؟ صراحه اجتنا عن قصه قبل، طلعنا كذا حدا سمعها، قصه الاطفال اللي شنقوا رفيقهم، تيمنا منهم انه هو اسمه يشابه لاسم، او بالاحرى اسمه نفس اسم ممثل بمسلسل تركي. هيدا الصبي ما حيصير له شيء، وهو بيتفجر وبيعمل كل شيء وبيرجع بيطلع ما صار له شيء. ما سمعت هذه القصه، غريبه هيدا. صار في فيك تشوفيها كل يوم على حتى بالكرتونز اللي بيمرقوا، والمودرن كرتونز اللي عم ينعرضوا كمان فيهم نسبه عنف عاليه جدا ونسبه خيال من بياثر على تفكير. بس هيدا القصص واقعيه صارت مكتوبه بالميديا حتى. مزبوط. هلا نحن ما عم نحاول لا نحارب كرتون معين ولا نحارب مسلسل ولا نحارب فيلم، نحن مش هيدا هدفنا. نحن هدفنا نوصل لنتيجه يعرفوا الاهل، يعرف المجتمع، يعرفوا مخرجين البرامج شو المسج اللي نوصلها للطفل، يتسلى وينبسط، يتثقف، يكون عنده هيدا الخيال الحلو، بس مش الخيال اللي بياثر على حياته او على حياه غيره. كيف ناويين توصلوا لهالنتيجه دكتور احمد؟ بدي اوضح اكثر المحاور اللي حكيت عنهم لما رح نوصل لهالنتيجه. ندرس المشكله من جميع جوانبها. اول شيء رح يكون في الجانب الاجتماعي، لان اكيد في تاثير اجتماعي.
بالإضافة رح يكون في جانب نفسي وطبي، يعني حتى الطفل لما عم يقعد ساعات بوجه التلفزيون عم بيكون في عنده ضرر لعينه، عم بيكون في عنده سمنة زائدة لأنه عم بيأكل بتعرف جنك فود. والقسم الثالث رح يكون هو المحور القضائي. هلا في كثير أشخاص بتسألك ليه المحتوى القضائي قانوني؟ إيه ليش فعليا؟ يعني مثل القصة اللي انذكرت، بعطيك قصة تانية كمان. أحد الأطفال قتل زميله لأنه هو شايف على التلفزيون أنه أحد الممثلين قتل زميله، بأنه هو بالنسبة له التلفزيون ثقة فمفروض يعمل مثل التلفزيون. هلأ هيدا الطفل اللي هو بعد ما وصل للسن القانونية لا يتعرض للمحاكمة. الأهل هل هن الملامين؟ لا، في كتير أهل بيحطوا الملامة على الإعلام، وفي كتير أهل بهالحالات ممكن يرفعوا دعوة. هاي قصة صايرة بلبنان دكتور؟ نعم نعم، هيدي صايرة بلبنان تقريبا من بحدود الخمسة ست أشهر. اللي هي كانت هي اللي كانت هيدي القصة بالذات هي اللي كانت الحافظ وراء الفكرة. شو كيف قتلوا لزميله؟ بعتقد بسكينة. قتلوا بالسكين؟ قد ايه عمره؟ يعني عمره 10 سنين من الاحداث يعني يعتبر. نعم، هو كانوا بعتقد اربعه، ثلاثه قتلوا واحد منهم هو خلاص لانه زميل لهم، شاف انه هذا الممثل هذا شيء مقبول قتل زميله، طب انا ليه ما بدي اقتل زميلي؟ هلا اذا انا فيني كمان زيد شغله بخصوص التوصيات، انه نشوف اذا في قوانين ناقصه او تشريعات ممكن تساعد انه نحد من هذا الشيء، مثل توقيت البرامج، نوعيتها، المراقبة قبل الهواء. كل هول بالنسبة لجوابك سؤالك على ليش البارت القانوني، انه ايه لوين واصلين بهالتوصيات. عم تقولوا كمان في ديبيت رح يصير او في مناظرة بين الاثنين، مين في ليدافع عن البرامج التلفزيون المخصصة للأطفال ومين في ليدافع عن وجهة النظر المختلفة؟ هن المتكلمين رح يكونوا مثل ما حكينا اربع اقسام. رح يكون في هو بعد كل وحده من هالجلسات رح يكون في ديبا؟ لا لا لا، ولا بس بالاخر ختاميه؟ المناظره رح تكون بالاخر. رح يكون في عنا اخصائيه بالعلم علم الاجتماع، اخصائيه علم نفس، هن رح يتكلموا على الجانب السلبي. بالشطر الثاني رح يكون عنا اعلاميه ومعدين برامج للاطفال، بعتقد هن رح يكون توجههم أكثر للدفاع عن الإعلام. فهون عم تخلق اختلاف وجهات النظر، من هون خلقت فكرة المناظرة اللي هي أحد الفكر الإبداعية. يعني نحن قليل ما نلاقي مؤتمرات فيها مناظرة، هون كان تطبيق الكورس اللي هو إدارة الإبداع في حل المشاكل الاجتماعية. هو هيك الكورس اسمه إدارة الإبداع في حل المشاكل هي الاجتماعية؟ إدارة الإبداع بس الهدف هالمرة كان حل المشاكل الاجتماعية. لا، هي الإبداع لما يتعلم اللي هي بالانجليزي هو المانجينج انوفيشن، يطبق في حل المشاكل. هلا اكيد في ابداع في خلق له قسم ثاني اللي هو خلق الشغلات الحديثه، خلق الافكار الخلاقه جزئين بس، بهالكورس هو بياخذ المشكله الاجتماعيه اكثر. لما كطلاب ام بي اي شو دوركم بهالمؤتمر؟ انتم اللي بتختاروا التايم، الموضوع، المحاور، المحاضرات، شو بتعملوا؟ كمان مثل ما ذكر دكتور احمد كم يعني قال، بلشنا الكورس، شو بدنا ناخذ بهذا الكورس؟ دكتور احمد عنده اسلوب بالتعليم صراحه عن جد كثير حلو وكثير ادفانس، يعني لازم تاخذ علامه عاليه لما الا ما صديق مقتنع العاليه مثلا طلع بي اي. ما عم ناخذ كورس، عم نقرا ونكتب ونعمل اكزام، اوكي هيدا بارت، بس عندنا البارت التطبيقي. هاي الماده انتم كيف بدكم تطبقوها بحياتكم؟ بدنا نعمل شيء نحل مشكله بالمجتمع. صرنا صراحة نطلع بكذا ايديا وبكذا موضوع نحطه، حطينا شفنا التصويت عشو كان، كلنا اتفقنا بالآخر على الموضوع تأثير الإعلام على الأطفال. من هون بلشنا بهاي المادة. أول شيء بيكون في عندك كذا فكرة وكذا موضوع بدك تعمليه، بدك توصل للأفضل شيء. أكيد ما كلن حيكون applicable، في عنا وقت معين. كمان بلشنا ناخد كل قسم، نشوف كل حدا شو عنده فكرة، المشكلة وين،
نجرب نلاقي لحال. لقينا انه هول المحاور هن اهم محاور اللي بيقدروا يحاوطوا الموضوع من كل الجوانب ويحكوا عن كل شيء. بيبين تعملوا فولو اب او متابعه لهالموضوع، او هو راح يكون موضوع مؤتمر السنه وخلص؟ نحن مثل ما قلت لك لما طبقنا كل مراحل الاداره الحديثه كمان بالكونفرنس، يعني هو زواجين، الخدمه الاجتماعيه وتطبيق المراحل الاداريه من النولج للبراكتس. فالبلانينج عملناه والبرين ستورمينج عملناه والتطبيق عملناه، بعده في اكيد فولو اب. فمرحله الفولو اب حتكون مع الناس اللي حضروا والناس اللي عطوا والمؤسسات الاجتماعيه الثانيه، مع اليونيسف ومع المؤسسات اللي دعيناها اللي هي خدمه اجتماعيه بالبلد ومع الان جي اوز. وحنشوف قد ايه الافكت والفعاليه تاعت هذا الكونفرنس بتغيير ولو بارت صغير بحب زيد شيء على اللي قاله بسام. ما بدنا نكتفي هون، ما بدنا نوقف هون. اللي بدنا نوصل له ان شاء الله، بلشنا صراحه نشتغل على هذا الموضوع، لو كل حدا اندفيدجوال يعني عم نشتغله، نحكي مع مدراء المدارس. يعني اكثر شيء ممكن نعمله بالمدارس نعزم اهالي الطلاب، خاصه المدارس اللي عندها اطفال بعمر صغير، يعني ما عم نحكي متوسط او ثانوي. نعمل كمان إذا بدك سمول كونفرنس كمان بقلب المدارس، لأن التوعية الأفضل لازم تكون للأهالي مباشرة للأهالي. يعني شكرا لكم وموفقين بأربع شهر، لكن دعوة مفتوحة للجميع بقصر اليونسكو لكل هممون towards a better media for children. بعد شوي رح أكون مع بياناتنا.